احيانا برضو في الجرايد فيما يخص اللعيبه ممكن دي حاجات تكون بحسن نيه، بس الحرص دايما وابدا على انه اللعيب الفلاني هيمشي واللعيب العلاني عنده عقد واللعيب الفلاني عايز يمشي باي شكل، اللعيبه نفسها بتضيق صدورها الحقيقه بالكلام ده. وليد ازارو واحد من الناس اللي لغايه النهارده كتير من الجرايد اخرهم النهارده اعتقد مانشيت يمكن في الوطن او في المصري اليوم في الوطن، وليد ازارو يبحث عن عرض للرحيل، وده اتكرر في جرايد كتيره الفتره اللي فاتت، وما بتبقاش فيه فرصه للاعب، اللاعب نفسه اللي زهقان واللي عايز يمشي واللي بيبحث عن فرصه للرحيل انه فعلا يقول موقفه ايه. امبارح بعد فوز الاهلي وليد ازارو سئل في قناه اون سبورت اعتقد عن زهقه ورحيله، نشوف وليد ازارو بعظمه لسانه قال ايه. بالنسبه لي اي واحد زي ما قلت لك هو ليه الحق انه يتكلم، فاي واحد عنده بقه فيتكلم عادي. بالنسبه لنا احنا بنركز كل المقابلات، نحقق المبتغى بتاعنا جميعا مش شخصيا، اننا نفكر في كل مقابله وندي بشكل كويس وعشان نسيب صوره نادي الاهلي دايما فوق. وليد، عقب لقاء الهلال السوداني كان في كلام انك ما كنتش سعيد بالمشاركه وده امر طبيعي جدا، هل كان في جلسه ما بينك وما بين فايلر وقال لك ايه في الجلسه دي؟ ما كلمنا جماعيا مش شخصيا، وبالنسبه لاي واحد يعني بيحب انه ينزل ويلعب فده بالنسبه لاي لاعب ده شيء عادي يعني، بس هم كلموا دخموا الموضوع هم، واظن انه كابتن سيد عبد الحفيظ طلع وقال اللي موجود، يعني زي ما قلت لك الناس بتحب تجود كتير فده بالنسبه لهم اي واحد عاوز يتكلم عادي يعني. وليد شايف اللي جاي ازاي وهل مكمل مع النادي الاهلي ولا في كلام ان الموسم ده يكون اخر موسم ليك او ممكن تمشي في يناير؟ ايه الكلام يعني؟ والله الكلام بيجي عندكم يعني مش عندنا، يعني لحد دلوقتي انا موجود في نادي الاهلي وعقدي لسه موجود في نادي الاهلي، وبالنسبه للفتره اللي جايه فانا شايف انه زي كل مره احنا دلوقتي ننسى مقابله واد دجله ونفكر في الماتش اللي جاي، يعني بالنسبه للدوري ولا الكاس ولا افريقيا. طيب هو يعني حتى السؤال يعني انا لما اكون لعيب وافضل اتسال هذه الاسئله، لا انا ما احبش اتسال الاسئله دي، وانا مش فاهم ده دور مراسل، ده راجل جايب جون في ماتش يطلع يساله السؤال ده ليه؟ يعني الحقيقه انا ببقى ساعات بستغرب، انا راجل بلعب مباراه اسالني على الماتش على الجون اللي جبته على الكلام ده، انما تقول لي هتمشي ولا هتقعد؟ هو لا الاهلي قال انا همشي وليد ازارو، ولا وليد ازارو عنده عروض، وهو قال لك دي العروض بتيجي للناس دي بس ما تجيلناش احنا. يعني الموضوع لماذا يثار؟ حتى لو في تفكير يا اخي، مش انت مش كل يوم لازم نقول جيرالدو اجاييه ازارو الحياح يعني ديانج وبطن حصان طروادة مليان للدرجه دي؟ لا طريقه، لا ممكن ده يبقى ما اعرفش، ده سؤال ممكن يبقى يعني حسن نيه، مجرد من باب الايه، انا مع وليد نسال السؤال ده، وده طبيعي على فكره ما دام بيتكرر او بيتردد كتير في الاعلام. لا بس دي لازم يتسال، مش في اللحظه دي، سيبه يفرح بالجون اللي جابه. الاعلام مش هيختار توقيت يعني، هو في النهايه مش هيتتاح له فرصه يقابل وليد ازارو كتير. ما علينا، دافع انت. لا لا وانا بدافع برضه كل حاجه، بس اتمنى انا اتمنى يا استاذ ابراهيم ان احنا كفايه ضغط على اللعيبه، مش ده المناسب يعني، انا سيبني منتشي جايب جون بقى، والماتش اللي فات جايب جولين والدنيا هتمشي. يبقى يساله على الصحوه، هل في جديد في طريقه تدريبك؟ هل في جديد في طريقه صنع الالعاب؟ هل بص هو من ناحيه ان هو مراسل او زميل من حقه يسال اللي هو عايزه، بس انا بتكلم على كل ما يتم قبل كده نشره من اخبار مغلوطه، هي دي الفكره. هو انت معاك في حق في دي، هو خد السؤال من الاسئله من انشغاله الراي العام دي، كلام سليم، انشغاله كبيره عشان جدا. عشان كده انا بقول لك انا بترويج اخبار، انا فاهم مش انها أخبار. بحسن نيه يعني مش صحيح. لكن كانت فرصه ان وليد ازارو يوضح موقفه،